يجب أن تشاهد هذا الفيديو قبل أن تموت. أول ليلة للميت في القبر. سبحان الله، هل تعلم ماذا يقول لك ملك الموت وأنت على خشبة الغسل؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو، ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. ينادي عليك ويقول: يا ابن آدم، أين سمعك؟ ما أصمك؟ أين بصرك؟ ما أعماك؟ أين لسانك؟ ما أخرسك؟ أين ريحك الطيب؟ ما غيرك؟ أين مالك؟ ما أفقرك؟ فإذا وضعت في القبر نادى عليك الملك: يا ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ يا ابن آدم، تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم، استعددت للموت أم المنية عالجتك؟ يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدت إلى التراب. خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا ما انفض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها لا يؤذن المؤذن يومها، الصلاة خير من النوم. انتهت الصلاة، انتهت العبادات. إن الذي سيؤذن فجرها هو إسرافيل. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. إن الله يقول: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. عندما يقبل عليك ليل أول يوم في قبرك، ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك، يقول لك: يا ابن آدم، رجعوا وتركوك، في التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا الحي الذي لا أموت. يا ابن آدم، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. عبدي، أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. وقال تعالى في الحديث القدسي: ويتباغضون علي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعاصي. الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو. أنا أرأف بعبادي من الأم بولدها. فاللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والثبات عند السؤال. أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فأنتم تساهمون في نشر الخير الكثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.